عبر جلالة الملك عبد الله الثاني عن تقديره للكويت لاستضافتها أعمال القمة العربية الإفريقية التي ترأس جلالته الوفد الأردني المشارك فيها، مشيداً بحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال. وبحث جلالته في لقاء أجراه مع أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أبرز تطورات الأوضاع في المنطقة، وأكد الزعيمان حرصهما المتبادل على إدامة العلاقات الوثيقة بين الأردن والكويت بما يحمي مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية والإسلامية ويسهم في تفعيل العمل العربي المشترك. أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أنها عالجت خلال الفترة الماضية قرابة 20,000 طلب قدمها مواطنون اعتراضاً على الدفعة الثالثة والأخيرة من تسليم دعم المحروقات، موضحة أن طلبات الاعتراضات التي عولجت شملت فقط من استلموا مستحقاتهم المالية من الدعم في الدفعتين الأولى والثانية، ومن لم يستلم هاتين الدفعتين لم يقبل طلب اعتراضه. وأشارت دائرة الضريبة إلى أن الحكومة ستبدأ باستقبال الطلبات الجديدة لاستلام دعم المحروقات في أول يوم من العام المقبل. قتل 10 جنود مصريين على الأقل وأصيب آخرون جراء استهداف حافلتهم بسيارة مفخخة على طريق رفح لعريش في سيناء، ما استدعى الجيش المصري إعلان حالة الاستنفار ورفع درجات الاستعداد القصوى لدى وحدات الجيش الثاني الميداني الموجودة في مناطق العريش والشيخ زويد ورفح، ونشر دوريات الشرطة المكثفة على الطرق الرئيسية والفرعية لملاحقة منفذي الهجوم. وأكدت الجهات الأمنية أن الجنود التابعين لسلاح المشاة قتلوا عندما كانوا في طريقهم لقضاء إجازتهم. أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بحثها خطة تتضمن التعامل مع ترسانة الأسلحة السورية واحتمالية تدميرها في البحر، وأشار الخبراء الفنيون في المنظمة إلى إمكانية إبطال السلاح الكيماوي في البحر من الناحية الفنية، مشددين في ذات الوقت على أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، وأن إجراء عملية واسعة ومعقدة بهذا الشكل في البحر سيكون أمراً غير مسبوق. وتأتي هذه المباحثات بعد 4 أيام على رفض ألبانيا طلباً أمريكياً بإقامة مصنع لإبطال مفعول هذه الأسلحة على أراضيها.